من كم سنة حطيت بوست وما زلت عند رأيي، أفضل سيرامات للعناية الليلية التي توضع بعد المقشر وخاصة حق البشرات الناضجة اللي خاص 24 25 سنة لازم تستخدمها، لازم. عاد كيفكم من أي براند، بس أنا لما أحط شيء راح يكون في تركيبات هذه اللي هو الهايرونيك أسيد والفيتامين سي. طبعا اليوم اللي حطيتهم من ريفيتول، براند جدا حلو، أسعاره جدا معقولة. والحين بقول لكم شغلة، طبعا البنات يعرفون هذا سنسيتيف وخاصة حق البنات اللي ودها تستخدم فيتامين سي، بس يكون بشرتهم حساسة. اللي عجبني فيه كذلك انه ضاغط، عرفتوا، فما يتأكسد الفيتامين سي. شايفين تضغطون تحطون الكمية اللي تبونها، وكاتبين حق السنسيتيف يعني البشرات اللي تتحسس بسرعة، فهذا حق النضارة. والهايرونيك اسيد للتعبئة، اثنينهم ترى بالصيدليات. شفت الفيتامين سي شلون عشان لا يتأكسد، فحطينه بطريقة مضغوطة، يعني تضغطي ويطلع لك كمية سيرم، ما ينفتح كله وينكشف الكريم أو السيرم وتاخذين منه وتردي تسكرينه، لا. يعني طبعا هذه الطريقة أفضل، عادي في كريمات اللي تكون عادي تفتحين وتسكرينها بس بسرعة، بس هذه تكون شوي أأمن عشان تقلل التأكسد مال الفيتامين سي، فبالتالي تقل فائدة الفيتامين سي. لا، كذي مسكر بالكامل. هذا هايرونيك أسيد، فالهايرونيك أسيد مسوينه بقطار تلقونهم حوالي 40 دينار تقريبا، 39 40. اليوم فقط 29 دينار هالسيرامين، وخطيرين حتى عناية ليلية وبعد الديرما رول. ترى نفس الطريقة اللي أعشقها، يعني أنا أفضل الأشياء تكون إما بقطارة أو بطريقة ضاغطة شيء مسكرة، وإذا كانت مفتوحة مو مشكلة، بس حرصوا على طول أول ما تستخدموا السيرامات تسكرونها على طول، عشان شنو، إن في بعض المواد مع الهواء التأكسد، يعني في بنات تفتح العلبة وتخليها مفتوحة، لكن غير هذا ما في مشكلة. ولكن هم لما تكون بعلب كذي محرصين عليها، كانوا يعرفون ان هذه في بعض التركيبات تأكسد، فيكون جدا جدا ممتاز المنتج. وهذا من الامثله وايد حلوه على فيتامين سي والهايرونيك اسيد.